بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور أحمد عبد المقتدر، أستاذ طب الأطفال حديث الولادة كلية طب جامعة الفيوم. بنكمل سلسلة محاضراتنا بيزك نيوناتولوجي، وعلى وجه الخصوص نيونيتال برزنتيشنز اوف امبورن ايرور اوف ميتابوليزم، ودي المحاضرة الثالثة، وإن شاء الله يبقى معنا محاضرة رابعة، يبقى عندنا أربع محاضرات في النيونيتال برزنتيشن اوف امبورن ايرور اوف ميتابوليزم. زي ما قلنا قبل كده، هي محاضرات الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم الحقيقة فيها درجة من الصعوبة وبتجيب صداع، انما هي الى حد ما يعني اما ناخدها بطريقة سيمبل ممكن تتحول من الصداع والزعل، زي ما الطفل ده كده قاعد ياكل وهو زعلان ومالوش مزاج، على الاقل تبقى بلاتوي زي الطفلة دي كده تاكل عليها تقريبا كاتشب ومبسوطة بتاكل. فاحنا كل هدفنا نحولها من كده الى كده قدر الامكان، ونحاول نقلل الصداع اللي بيجي من محاضرات الامبورن اير اوف ميتابوليزم. وبالتالي هنعتمد للوصول للصورة السعيدة ديت ان احنا هنعمل سيمبليفيكيشن، لان لو احنا قعدنا برضو نتكلم على الديزيزز اوف امبورن اير اوف ميتابوليزم اللي موجودة في الهيومنز هتبقى عددها كبير، زي ما قلنا اكتر من 500 هيومن ديزيزز ريليتد تو امبورن اير اوف ميتابوليزم، بس مش كلها بيبقى لها نيونيتال برزنتيشن. فيها عدد الى حد ما محدود، حوالي 50 تقريبا، ممكن قريب من 50 ديزيز ويز نيونيتال برزنتيشن. فالتارجت بتاعنا ان احنا بس هنا اور جول از تو ميك سبوت لايت اون امبورن اير اوف ميتابوليزم ويز نيونيتال برزنتيشنز، الحاجات اللي هي شائعه وممكن يعني الى حد ما ريليتيف ممكن نشوفها كتير او نحطها في الديفرنشال دايجنوز. اتكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده كان في البرزنتيشنز كان اللي هو اسيمتوماتيك امبورن اير اوف ميتابوليزم، ولكن لازم احنا نبقى اورينتد بيها قوي لان لها نيجاتيف امباكت على الديفلوبمنت والاي كيو، اللي هو الفينايل كيتينوريا، وبيتعمل لها سكريننج، وقلنا الاسسمنت والمانجمنت لها. تاني برزنتيشن اتكلمنا عنه اللي هو النيورولوجيكال برزنتيشنز، وخد المحاضرة اللي فاتت كلها. عايز بس انوه لان النيونيتال برزنتيشنز ممكن تبقى موجودة في السورسز اللي افيلابل بالنسبة ليكم، ممكن تبقى واخدة ديتيلز اكتر شوي زي ما هو موجود في الجمل العدد الاخير 2020، او تبقى الى حد ما ليميتد شوي زي ما هو موجود في المانيوال العدد طبعة التامنة اللي هو صدر 2016. فانا بحاول اعمل ميكس ما بين التو تكست، النيونيتال برزنتيشنز في الجملة زي ما قلنا اهو هتلاقى الى حد ما ان ديتيلز شوية، فانا جايب بس بعض التيبلز علشان انا احب نبقى عارفين التيبلز دي حتى على الاقل واحنا بنتعامل مع حالات الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم نحط ازاي نحطها في البروبابيليتي في الدياجنوز. فالجملة مقسمها بالطريقة دي، فيه نيورولوجيكال مانيفستيشن، هيباتوميجالي او ليفر ديسفانكشن، هايبر بيليروبينيميا، نون اميون هيدروبس فيتاليس، كارديوميجالي او كارديوميوباسي، فيه ماكروجلوسيا، ابنورمال هير، ابنورمال اودر، هايبوغلاسيميا، كيتوزيس، اسيدوزيس، ميتابوليك اسيدوزيس، هايبر امونيميا، نيوتروبينيا، ممكن في ثرومبوسيتوبينيا او ديسمورفيك فيتشرز، رينال سيست، ابنورمالز اوف ذا اي، ابنورمال فات ديستريبيوشن، ايفيزيال سيبلينج ان راديوجراف. ممكن يبقى الديزيز له اكتر من برزنتيشن، يعني مش كل دي كل حاجه تبقى ايزوليت، لا انا ممكن عيان عنده جالاكتوزيميا هيبقى عنده هايبوغلاسيميا، يبقى في مجموعه الهايبوغلاسيميا مجموعه الهيباتوميجالي، مجموعه الليفر امبيرمنت وهكذا. ممكن عيان يبقى عنده وليكن على سبيل المثال
اليوريا سايكل ممكن تتحط مع الهايبر امونيميا، ممكن تتحط مع النيورولوجيكال ديستربنس. فممكن الديزيز يبقى له اكتر من برزنتيشن في النيونيتال بيريد. اوكي يا شباب، ده الـ ده الـ ده البرزنتيشنز او الكلاسيفيكيشنز اللي عامله جوميلا في طبعته الاخيره. المانيوال اوف نيونيتال كير في الطبعه اللي هي الطبعه الثامنه الاخيره، ومقسمها بالطريقه اللي هي اسيمبتوماتيك امبورن ايرور اوف ميتابوليزم ان ذا نيوبورن والنيورولوجيكال ديتيريوريشن، واحنا دول احنا شرحناهم قبل كده. بعد كده في بقى مجموعه امبيرمنت اوف ليفر فانكشن، في امبيرمنت اوف كاردياك فانكشن، في ديسمورفيك سيندرومز، وليس كومنلي نون اميون هيدروبسيفيتالز. احنا هنتكلم النهارده على المجموعه، جزء من المجموعه الثانيه للامبيرمنت اوف ليفر فانكشن، امبيرمنت اوف كاردياك فانكشن، وبعض البرزنتيشنز اللي هي موجوده برضو في الجوميلا او جوميلا. هنبدأ بالليفر ديسفانكشن في 3 مين كلينيكال جروبس اوف هيباتيك سيمبتومز. النيونيتال هيباتيك مانيفيستيشن هما 3 جروبس. الجروب الاولانية اللي هي هيباتوميجالوز هايبوغلاسيميا، ودي غالبا بتسجست جلوكونوجينيز ديفكت زي جلايكوجين ستورج ديزيز. ماشي، هيحصل ايه؟ السبستريت هيحصل له اكيموليشن والاند برودكت ما اتكونش. السبستريت هيبقى هيعمل لي هيباتوميجالي، والاند برودكت هيبقى الاند برودكت اوف جلوكونيوجينيسيس اللي هو الجلوكوز برودكت، وده ما هيتكونش فيحصل عندي هايبوغلاسيميا. او ان يجي البرزنتيشن في صوره ليفر فيلير، وده لو السبستريت انجوريوس للليفر سيلز الهيباتوسايتس، زي في حالات الهيرديتري فركتوز انتوليرانس وجالاكتوزيميا، تيروزينيميا تايب 1، فاتي اس اوكسيديشن ديفكت، ميتوكوندريا ريسبيراتوري تشين ديفكتس. او يجي البرزنتيشن بنيونيتال انترا هيباتيك كوليستيزيس، ودول عندنا حوالي 4 أو 5 حاجات بيعملوهم، اللي هو السيترين ديفيشنسي والبريكسومر ديس اوردرز، الفا 1 انتريبسين ديفيشنسي، بايلر ديزيز، امبيرن ايرورز اوف ميتابوليزم وسبايل اسيد ميتابوليزم، والنيمان بيك تايب سي. هنبدا نقول بقى نتكلم يعني نعمل لهم انيوميريشن. عندنا هنتكلم النهارده على جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1، هنتكلم على الهيرديتري فركتوز انتوليرانس، هنتكلم على الجلاكتوزيميا، تيروزينيميا تايب 1، فاتي اكسيد اوكسيديشن ديفكت، ميتوكوندريال ريسبيراتوري تشين ديفكت، والسترين ديفيشنسي. اوكي، تاني جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1، هيرديتري فركتوز انتوليرانس، نتكلم على الجلاكتوزيميا، تيروزينيميا تايب 1، فاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت، ميتوكوندريال ريسبيراتوري تشين ديفكتس، وسترين ديفيشنسي. احنا اتكلمنا على ريسبيراتوري تشين ديفكت بريفيوسلي. كل الديزيز ديت لها هيباتيك سيمبتومز، ايزر تبقى هيباتوميجالي او ليفر سيل فيلير، او العيان يبقى عنده كوليستيزيس. وزي ما قلنا برضو احنا بنعمل سبوت لايتس، مش بنتكلم ان ديتيلز، لان احنا هنا المجال احنا بنتكلم على الكلينيكال برزنتيشنز، لان الابروتش للامبورن ايرور اوف ميتابوليزم مالتي ديسبلينري ابروتش، يعني بيحتاج نيوناتولوجيست، محتاج نيوتريشن، حد بيشتغل في النيوتريشن، بيشتغل حد في نيورولوجي، ممكن حد هيباتولوجي لو احنا عندنا زي حالات النهارده اللي هي هيباتيك مانيفستيشن، وبيحتاج حد بيشتغل جينيتكس، وبالتالي هو مالتي ديسبلينري ابروتش. فاحنا الجزء بتاعنا ان احنا كاتش اب، ان احنا نصطاد او نعرف الديزيز بتاعنا، وبعدين بيكمل بقى معانا او بيكمل مع سب سبيشاليتي على ليفل تاني اكوردنج للحاله. هنبدا بالجلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1. يعني هو دياجرام بسيط كده، هو الجلايكوجين عباره عن ايه؟ هل هو مونوساكرايد ولا دايساكرايد ولا بوليساكرايد؟ هو بوليساكرايد، وده اللي هو الستورج فورم اوف كربوهيدرات في الهيومن بينج.
عبارة عن هو أما الجلايكوجين عبارة عن جلايكوجين معاه ووتر، أما بالجسم بيحصل له هايبوجلايسيميا بيحتاج يجيب الجلايكوجين من الستورس بتاعته اللي هي موجودة في الليفر وموجود في المصاص. دول أكتر أماكن فيهم جلايكوجين ممكن الجسم يستفيد من الجلايكوجين ويحوله إلى جلوكوز. يبقى الجلايكوجين ده بولي سكرايد وهو الستور اوف كربوهيدرات في البدن. هنشوف كده يعني ديمونستريشن على الجلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1. الجلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1 هو عباره عن بورن ايرف ميتابوليزم نتيجه جلوكوز 6 فوسفاتيز اكتيفيتي ديفيشنسي. يبقى انا عندي جلوكوز 6 فوسفاتيز، علشان بس نبقى احنا مركزين مع بعض، جلوكوز 6 فوسفاتيز اهو، ده الجلوكوز 6 فوسفاتيز هيحصل ديفيشنسي. ايه بقى اللي هيحصل وايه السيكول اللي بتحصل؟ الحقيقه احنا هنشوفها مع بعض على الديمونستريشن اللي قدامنا. اوكي يا شباب، هنبدا كده نشوف كده. ادي الجلايكوجين، الجلايكوجين بيتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت. علشان يتحول بعد كده الى جلوكوز، الجلوكوز 6 فوسفيت عايز ايه؟ جلوكوز 6 فوسفاتيز اكتيفيتي. طيب هنشوف اهو كده، جلوكوز 6 فوسفيت او عايز جلوكوز 6 فوسفاتيز عشان يتحول من جلايكوجين الى جلوكوز. اوكي طيب، الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل في الليفر وبيحصل في المسلز. انا عندي هنا ديفكت، فين ديفكت؟ في الجلوكوز 6 فوسفاتيز مش موجود، وبالتالي هنقف عند الليفل اوف جلوكوز 6 فوسفيت وهنشوف هذا السبستريت هيتحول الى ايه. وفي نفس الوقت انا عندي الاند برودكت، عندي هنا الجلوكوز ما اتكونش، وبالتالي هيبقى عندي هايبوجلايسيميا. يبقى عندي هنا مشكله هايبوجلايسيميا، وهنشوف مع بعض السبستريت ده هيعمل ايه وهيروح فين وايه سكته. هيحصل ايه؟ الجلوكوز 6 فوسفيت في المسلز كان بي يوزد باي مسلز، انما ما بيتحولش الى جلوكوز في المسلز نتيجه ديفيشنسي اوف جلوكوز 6 فوسفاتيز. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الجلوكوز 6 فوسفاتيز قليل، عندي الجلوكوز 6 فوسفيت موجود ولكنه ما بيقدرش يطلع من الليفر لانه هو مفترض يطلع في صوره جلوكوز، يبقى هو ترابد في الليفر وفي المسل، بيستخدم بالمسلز في المسلز بس ما يقدرش يتحول الى جلوكوز. طيب هياخد الباس واي بتاعه، ايه اللي هيحصل بقى في الجلوكوز 6 فوسفيت؟ هيتحول ايه؟ عن طريق الجلايكوليسيس الجلوكوز 6 فوسفيت هيديني حاجتين، هيديني بايروفيت ويديني اسيتيل كو اي. البايروفيت تحول الى لاكتيك اسيد، وبالتالي هنا هيبقى عندي في العيان بتاع الجلوكوز 6 فوسفيت فوسفاتيز ديفيشنسي هيبقى عنده لاكتيك اسيديميا او اسيدوزيس. بالنسبه للاستايل كو اي، الاستايل كو اي هيحصل اكيوميشن الاستايل كو اي، وبالتالي هتكون ايه؟ ترايجل سترايتس، وبالتالي هيبقى عندنا هنا هايبر ترايجل سريديميا. طيب هل في حاجه ثانيه باثولوجي ثانيه بيحصل؟ في باثولوجي ثانيه بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ الجلوكوز 6 فوسفيت اللي هو السبستريت اللي هو حصل له اكيوميشن ده بيدخل في حاجه اسمها بنتوز فوسفيت باسوي، وبالتالي في الاخر بيتحول الى ان هو بيزود لي اليوريك اسيد، يبقى عندي هايبر يوريسيميا. اوكي يا شباب، يبقى انا عندي جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1 هو عباره عن امبورن ايروب ميتابوليزم في الجلايكوليسيس، بيحصل الجلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي، وبالتالي بيتكون الجلوكوز 6 فوسفيت زي ما احنا قلنا قبل كده، والجلوكوز 6 فوسفيت بيعمل المشاكل اللي احنا قلناها مع بعض. جلايكوجين ستورج ديزيز تايب ماي بريزنت ويز از هايبوجلايسيميا، قلنا الهايبوجلايسيميا جت منين؟ but more typically present at 3 to 6 months of age with poor growth, hypoglycemia and hepatomegaly نتيجة الاكيوميليشن of this substrate. اللابراتوري فايندنج انكلود، احنا قلنا في هايبوجلايسيميا وفي لاكتيك اسيدوزيس وهايبر ترايجلايسريديميا وهايبر يوريسيميا، واحنا عرفنا التفسير بتاعهم جاي منين. الاربع حاجات اللي قدامنا دول هايبوجلايسيميا، لاكتيك اسيدوزيس، لان هو الجلوكوز 6 فوسفيت بيتحول الى بايروفيت وبالتالي بيتحول الى لاكتيك اسيد فبيتحول في لاكتيك اسيدوزيس. الهايبوجلايسيميا نتيجه الاند برودكت ما اتكونش. الهايبر ترايجلايسريديميا نتيجه الاستايل كو اي، بيحصل اكيوميشن الاستايل كو اي وبالتالي بيكون الترايجلايسرايتس. والهايبر يوريسيميا نتيجه ان هو الجلوكوز 6 فوسفيت بيدخل في بنتوز
او بنتوز فوسفيت شنط وبيكون اليوريك اسيد. تريتمنت ايه؟ افويدنج اوف فاستنج ثرو فريكوينت. احنا عندنا مشكله اللي بنقدر بتواجهنا الاول ان انا العيان بيدخل مني في هايبوجلاسيم، والهايبوجلاسيم هي نيجاتيف امباكت على البرين وعلى كل الاورجانس، فانا افويدنس اوف فاستنج ثرو فريكوينت اور كونتينوس فيدنج. لو انا لقيت حاله هايبوجلاسيميا ومعاها لاكتيك اسيدوزس، نركز مع بعض، هايبوجلاسيميا ولاكتيك اسيدوز، افكر في الجلايكوجين ستورزي تايب 1 او افكر في الفركتوز 1 6 بايفوسفاتيز ديفيشنسي او بايروفيت كاربوكسيليز ديفيشنسي. يبقى ده زي الحاله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1. نتكلم على الفركتوز 1 6 بايفوسفاتيز ديفيشنسي، وده من الحاجات اللي لها هيباتيك مانيفيستيشن بالاضافه الى الهايبوجلايسيميا. الفركتوز 1 فوسفاتيز ديفيشنسي، الفركتوز 1 فوسفاتيز ده وان اوف ذا انزيمز اللي هي موجوده في الباسوي اوف جلوكونيوجينيسيس ل في النيوبور. احنا عندنا الجلوكون هيتكون الجلوكوز من سورسز اذر ذان الكربوهيدرات، هيبقى عندنا من اللاكتيت، من البيروفيت، من الجلوسروم، من الالفا 1 او الالفا كيتو اسيدز. هيحصل ايه؟ انا هيحصل عندي بلوك عند الليفل ده، بلوك عند الليفل اوف فركتوز 1 6 بايفوسفاتيز هنا في الليفل ده كده. طيب اما يحصل بلوك في الليفل ده هيحصل هنا السبستريت ده هيتكون، هيحصل له هيزيد وده هيزيد وده هيزيد، ماشي؟ يبقى انا هيحصل ايه؟ نتيجه الفركتوز 1 6 بايفوسفاتيز ديفيشنسي هيحصل اكيوميشن اوف فركتوز 1 6 بايفوسفيت، وهيحصل اكيوميشن للجليسترول ده 3 فوسفيت، وهيحصل اكيوميشن اوف جليسترول زي ما بنشوف كده، الجليسترول هيزيد والجليسترول ده 3 فوسفيت هيزيد. طيب ايه اللي هيحصل؟ الهاي ليفل اوف جلوكاجون نتيجه الايه؟ جلوكاجون هيبقى عالي نتيجه ايه؟ لان العيان ده عنده هايبوجلاسيميا. الهايبوجلاسيميا بتعمل ايه؟ بيحصل ستريس والعيان بيحصل له ريليز للجلوكاجون. الجلوكاجون will tend to release fatty acids from adipose tissue and this will combine with glycerol that cannot be used in the liver to make triacyl glycerides causing fatty liver. هو اللي بيحصل ايه؟ نتيجة العيان او البيبي ما بين يا اما عنده هايبوجلاسيميا يا هايبرجلاسيميا يا نورموجلاسيميا. اما العيان يبقى عنده الجلوكوز مستواه قليل يطلع الجلوكاجون. الجلوكاجون هنا عمل ايه؟ الجلوكاجون هنا خد الجليسترول اللي هو مش مستخدم هنا وحوله الى فات، والفات عمل فاتي ليفر، وادي جزء في الباسوجينيسيس اوف فركتوز 1 6 بايفوسفاتيز ديفيشنسي. طيب يبقى الديفيش ده كي انزيم في الجلوكونيوجينيسيس، وهيحصل امبيرمنت اوف فورميشن اوف جلوكوز، كان بريزنت ويز نيونيتال لاكتيك اسيدوزس، كيتوزس، هايبوجلاسيميا، هيباتوميجالي، كوما اند سيجر. تريتمنت انكلود جلوكوز اند بايكربونيت انفيوجن عشان العيان عنده سيفير اسيدوزس. اي حالات نلقى فيها هيباتوميجالي وهايبوجلاسيميا ومعها اليفيتد لاكتيت هحط في دماغي فركتوز 1 6 بايفوسفاتيز ديفيشنسي، وهنحط في دماغي الجلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1. يبقى هيباتوميجالي، هايبوجلاسيميا، كيتوز اند اليفيتد لاكتيت. واحنا طبعا احنا عارفين الابروتش بتاعنا في حالات الابروتش اللي هو قلناه في اول محاضره. انا لما بيجي لي عيان الانفنت، عيان بقى عنده هايبوجلاسيميا وعنده لاكتيك اسيدوزس وعنده المشاكل اللي احنا قلنا عليها الانفنت، بعمل له يورين نون جلوكوز ريدوسنج سبستنس، يا اما لقيتها عاليه او موجوده فامشي في الباسوي بتاعنا اللي هو بتاع الجلاكتوزيميا وهيرديتري تيروزينيميا وهيرديتري انتولرانس، او مش عاليه فاشوف اعمل الامونيا. عملت الامونيا ولقيت الامونيا نورمال، يبقى انا اعمل الجلوكوز. عملنا الجلوكوز زي ما احنا كده ماشيين بالالجوريزم ده، عملنا الجلوكوز. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ده ال انفنت عملت له النون جلوكوز ريدوسنج سبستنس طالع نورمال،
عملت له بعد كده الامونيا، طلعت الامونيا نورمال، عملت له بعد كده الجلوكوز، طلع عنده هايبوجلاسيميا. اعمل ايه السكند ستيب؟ انا عندي هايبوجلاسيميا اما معها اسيدوزس يا كيتوزس. انا في حالتنا هنا انا عندي لاكتيك اسيدوز، يبقى انا عندي العيان عنده الامونيا نورمال، عنده مفيش نون جلوكوز ريدوسنج سبستنس في اليورين، انما عنده هايبوجلاسيميا ومعاه اسيدوز لاكتيك اسيدوز. هعمل ايه؟ اشوف بقى افكر فيه، لو معايا اسيدوزس، لو فعلا معايا اسيدوزس، يبقى يا اما عندي جلوكونوجينيس ديفكت او ميبا سيرب يورين ديزيز، او معايا جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1 او فركتوز 1 6 بايفوسفاتيز ديفيشنسي، وهو ده التارجت اللي انا عايز اصله دلوقتي. اقول الابروتش ازاي اصل لتشخيص حالات الجلايكوجين ستورج ديزيز او فركتوز 1 6 فوسفيت ديفيشنسي بايفوسفاتيز ديفيشنسي. هنتكلم بقى على الموضوع اللي يعتبر الموضوعات الشهيره جدا في النيونيتال امبورن ايروف ميتابوليزم، واشهر نيونيتال امبورن ايروف ميتابوليزم ويز هيباتيك مانيفستيشن اللي هي الجلاكتوزيميا. تو سمرايز بس، هو الفرق، هو الجلاكتوز عباره عن ايه؟ الجلاكتوز ده عباره عن مونوساكرايد. مونوساكرايد هو بس الهيدروكسيل جروب ده هنا، هنا على الليفر روتاتري، هنا ديكستر روتاتري، هنا هو تقريبا نفس الكومبوزيشن اوف جلوكوز، هو نفس الكومبوزيشن اوف جلاكتوز، هو مونوساكرايد. يعني لازم بس احنا عارفين المونوساكرايد يعني اللاكتوز دايساكرايد، الجلايكوجين بوليساكرايد، الجلوكوز والجلاكتوز ده مونوساكرايد. فهو مونوساكرايد عباره عن الهيدروكسيل جروب هنا، اذا كانت هنا رايت ديكستر روتاتري فهنا ليفر روتاتري عكسها يعني، او ايزومر. نشوف كده مع بعض ان دياجرام ودمونستريشن يقول لنا ايه الباسوي وايه اللي بيحصل في حالات الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم اللي هي الجلاكتوزيميا. زي ما احنا شايفين الجلاكتوز بيتحول الى جلوكوز 1 فوسفيت، هو وبعدين في الاخر يتحول الى جلوكوز. ايه اللي بيحصل في حالات الجلاكتوزيميا؟ اولا الميلك والديري برودكت بتدخل، هي فيها لاكتوز، اللاكتوز ما بيمتصش، بيتحول الى في الانتستين الى جلاكتوز وجلوكوز. ماشي، ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ الجلاكتوز ده بيروح الليفر، هيحصل ايه بقى في حاجه في الليفر اللي هي بنسميها ليفر سيتوزول. في الليفر الجلاكتوز بيحصل له ايه؟ يتحول الجلاكتوز الى جلاكتوز 1 فوسفيت، جلاكتوز 1 ايه فوسفيت عن طريق انزيم، وده انزيم اللي هو الجلاكتوكينيز، وده واحد من الانزيمات اللي هي ممكن تبقى مسؤوله عن حالات الجلاكتوزيميا ولكنه ليس كوما. طيب ممكن ايه الانزيم التاني اللي ممكن وهو الاشهر اللي هو بيعمل لنا الجلاكتوزيميا؟ اللي هو الجلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانزفيريز، اللي هو الانزيم اللي قدامنا ده في الدياجرام، هو ده اللي مهم جدا، لان هو ده اللي في الاخر هيحصل اكيوميليشن اوف جلاكتوز 1 فوسفيت، وبالتالي هيحصل بقى عندنا السيكول اللي بتحصل نتيجه الاكيوميليشن اوف جلاكتوز 1 فوسفيت. في انزيم تاني، في انزيم تاني موجود على في الباسوي بتاع الجلاكتوز ميتابوليزم. الانزيم ده هو برضه ليس كومن ولكنه انكريمينيتد في الباسوجينيسيس اوف جلاكتوزيميا، اللي هو الفور ايبيميريز، اللي هو الانزيم ده. فانا هم دول تلات انزيمز اللي هم ممكن يبقى موجودين في حالات الجلاكتوزيميا. انا يهمني هنا الجلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانزفيريز، يا ريت نبقى يعني الى حد ما متذكر الاسم قوي او شويه لانه مهم جدا، جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانزفيريز. ماشي، في برضو فوسفو جلوكوميوتيز، وفي الاخر ده اللي هيديني حوالي الجلوكوز 6 فوسفيت وبالتالي حوله لي الى جلوكوز. في الترنتيف باس واي يحول الجلوكوز 1 فوسفيت يحوله الى في الاخر جلوكوز 1 فوسفيت وبالتالي يحوله الى جلوكوز، بس ده الباسوي بيكم اكتف افتر 4 تو 5 ييرز اوف لايف، وده اصلا ممكن حالته تتحسن بعد فتره نتيجه الاكتيفيشن لهذا الانزيم اللي هو بيديني في الاخر جلوكوز. طيب
برضه نشوف نتكلم. جلاكتوزيميا از ذا موست كومن ميتابوليك كوز اوف ليفر ديزيز ان يونيت. خلاص ديت حقيقه اهي. اوتوزوم ريسيف ديزيز ديو تو ديفيشنسي اوف جلاكتوز 1 فوسفيتيرودال ترانزفيرز الاشهر طبعا، انما في انزيم ثانيه زي ما احنا قلنا. في اي حالات ليفر سيل فيلير، اي حاله ليفر نيونيتال ليفر فيلير، احط في دماغي حاجتين، احط الجلاكتوزيميا والتيروزينيميا تايب 1 should be considered. وايه يعني ليفر سيل فيلير؟ يعني المانيفستيشن اللي احنا عارفينها جوندس، كواجلوباسي، اليفيتد ترانز امينيزز، هايبوجلايسيميا اند اسايتس. ديت ما اعني بكلمه ليفر سيل فيلير. يبقى يعني عنده جوندس وعنده كواجلوباسي، اليفيتد ترانز امينيزز، وعنده هايبوجلايسيميا وعنده اسايتس، احط في دماغي جلاكتوزيميا وتيروزينيميا تايب 1. زي ما قلنا قبل كده في الدياجرام اللي قبل كده، ان احنا عندنا فيه ثلاثة انزيمز واحنا قلناهم وذكرناهم، اللي هو الجلاكتوز 1 فوسفيتيرودال ترانزفيريز، وده هو الاشهر والكومن، والجلاكتوكاينيز، وفيه اللي هو الانزيم الثالث اللي هو اليوريدين داي فوسفيت جلاكتوز 4 ايبيميريز. ماشي. ديفيشنسي اوف انزيم اللي هو الجلاكتوز 1 فوسفيتيرودال ترانزفيريز از موست كومن اند موست سيفير فورم اوف جلاكتوزيميا. وده برضه ديجرام بيوري لنا هنا نفس اللي احنا قلناه قبل كده. ادي عندنا هنا لو نشوف نركز مع بعض، ادي هنا الجلاكتوز، هنا عن طريق الجلاكتوز ميوتيز جلاكتوكاينيز هنا اهو، ده جلاكتوكاينيز. قلت لنا احنا عندنا فكره مشكله بتاجي بتكمن في الجلاكتوز 1 فوسفيت، هنا هي اللي بيحصل له اكيوميليشن، ولا بيعمل لي هو الانجوريوس نتيجة نقص الجلاكتوز 1 فوسفيتيرودال ترانزفيريز، وده اللي هو الأشهر والموست سيفير فورم. ماشي؟ ماشي يا شباب. Accumulation of جلاكتوز 1 فوسفيت and other metabolites that are thought to be toxic to the liver and other organ systems. يبقى احنا عندنا هنا المشكلة هنا فين؟ في الجلاكتوز 1 فوسفيت زي ما احنا قلنا. ماشي؟ وده سبستريت، وبالتالي هيحصل عندي هنا الاند برودكت، مش هيتكون عندي هنا جلوكوز، يبقى عندي هايبوجلايسيميا، وعندي هنا انجري توكسيك انجري للليفر والاذر اورجانس نتيجه اكيوميشن اوف جلاكتوز 1 فوسفيت. الجلاكتوكاينيز يعني هو مش كومن قوي، اللي هو زي ما احنا قلنا هنا كده الجلاكتوكاينيز هنا ده ديفيشن لاترال جوفانايل كاتاركت. ماشي. وده مش كومن، انما ممكن يعمل بعض المانيفستيشن زي السولو تيومر سيريبراي ومنتال ريتارديشن هيباتوميجالي وهايبوجلايسيميا. ايه المانيفستيشن اوف جلاكتوزيميا؟ يعني فوميتنج، ونركز على فكره مش كتير قوي، يعني بعض الامبورن ايروف ميتابوليزم مش كتير قوي اللي هي بتعمل لنا فوميتنج، بس على راس اللي بيعمل لنا فوميتنج اللي هي الجلاكتوزيميا. ممكن يبقى في دياريه وهايبوجلايسيميا وجوندس، وهنعمل كومنت على الفوميتنج وعلى الجوندس، هيباتوميجالي، ليفر ديسفانكشن، رينال تيوبولوباسي، ليثرجي، ريتابيليتي سيجرز، كاتاراكت، اند انكريزد ريسك اوف ايكولاين يونيتال سيبس. يبقى انا عندي هنا بعض الحاجات اللي هنا يعني ركز عليها، انا حتى عاملها بلون مختلف. النيونيتال فوميتنج ده مهم قوي، احط في الكونسيدريشن الجلاكتوزيميا. الكوليستيز احط في الجلاكتوزيميا في الكونسيدريشن. الليفر ديسفانكشن، الكاتاركت، السيبسس. انا لو جالي حاله نيونيتال فوميتنج احط افكر في ثلاث حاجات مشهوره كبيره قوي، افكر في السيبسس، افكر في البايلوريك ستينوزس، وافكر في الجلاكتوزيميا. في اذرس في اذرس، انما انا بقول دايما احط في الثلاثه دول في دماغي وانا بتعامل مع حالات النيونيتال فوميتنج. طبعا الاكسكلوجن اوف سيرجيكال كوز ده مهم جدا، بعديه السيبسس والجلاكتوزيميا. الدايركت هايبربيلروبينيميا افتر فيدنج ار استابليشد، يعني بعد ما انا اكون بدات الانترال فيدنج، لو لقيت عندي دايركت هايبربيلروبينيميا احط احتماليه ان هي تكون جلاكتوزيميا. يبقى دايركت هايبربيلروبينيميا افتر فيدنج ار استابليشد سجست ذات جلاكتوزيميا مي بي بريزنت. جلاكتوزيميا از ذا موست كومن ميتابوليك كوز اوف ليفر ديزيز ان نيوريت. Diagnosis: infant with galactosemia have galactose in their urine but not glucose. They have positive clean test for reducing the substance but negative glucose oxidase test. The confirmation: يبقى انا بعمل اللي هو non glucose reducing substance
في اليورين، لو لقيت في نون جلوكوز ريديوسنج، الاول اشوف ريديوسنج سبستانس. اللي بيعمل ريديوسنج سبستانس في اليورين ايه؟ الجلوكوز والجلاكتوز. اعمل اكسكلوجن للجلوكوز، يبقى انا اشوف ريديوسنج سبستانس، في ريديوسنج سبستانس، اعمل اكسكلوجن للجلوكوز. ما انا عملت اكسكلوجن للجلوكوز يبقى ده جلاكتوز. ماشي، هنقولها في الاستاد الجاي. طيب في ايه تاني غير النون جلوكوز ريديوسنج سبستانس ان يورين؟ هنعمل ممكن انزيم اور ميوتيشن اناليسيس، نشوف الجلاكتوز هنشوفه في البلازما، والجلاكتوز 1 فوسفيت ممكن نشوفه في الار بي سيز. ويتعمل يعني كل النيوبورن بيتعمل لهم سكريننج دلوقتي في دول العالم، يا اما السكريننج ان احنا نقيس الانزيم اكتيفيتي او نشوف الجلاكتوز ليفل. نرجع للدياجرام القديم، احنا قلنا اي ال انفنت وانا حاطط في احتماليه ان هو يكون امبورن ايرور اوف ميتابوليزم. انا عندي ال انفنت اول حاجه اعمل له يورين نون جلوكوز ريديوسنج سبستنس. نركز مع بعض، يورين نون جلوكوز ريديوسنج سبستنس، هما حاجتين، يا اما جلوكوز يا جلاكتوز اللي بيعمل ال ريديوسنج سبستنس في اليورين. فانا اعمل اكسكلوجن للجلوكوز، خلاص يبقى دي جلاكتوزاميه. يعني لو لقيت او احتماليه الجلاكتوزاميه، عشان ما يبقاش الكلام شور، هيبقى شور بالانزيم او بالجلاكتوز او جلاكتوز 1 فوسفيت في الار بي سيز. طيب انا لو عملت النون جلوكوز ريديوسنج سبستنس، يبقى انا عندي احتماليه الجلاكتوزاميه، هيرديتري تيروزينيميا، هيرديتري فراكتوز انتوليرانس. ريديوسنج سبستنس ار تيستد باي كلين تيست reaction that detect excess excretion of galactose and glucose but not fructose. لان احنا عارفين الفركتوز ده دايساكاريد. Positive reaction with the clean test should be investigated further with clean test reaction. بنشوف الجلوكوز اوكسيديز، يبقى انا عندي نون لقيت عندي reducing substance، اعمل exclusion للجلوكوز reducing substance. ماشي، reducing substance in urine can be used as screening for galactosemia. However, this test is not very reliable because of high false positive and false negative test. وبالتالي نعمل establishment للdiagnosis بالmutation analysis ده، أو enzyme assessment، أو نشوف الجلاكتوز في البلد، أو نشوف الجلاكتوز 1 فوسفيت في الRBCs. العيان ده هنعمل له إيه؟ No breastfeeding. ليه؟ إيه علاقة البريستفيدنج بالجلاكتوز؟ البريست فيدنج فيه المين شوجر بتاعه اللي هو اللاكتوز، واللاكتوز عشان يحصل له ابزوربشن من الجط بيتحول عن طريق اللاكتيز والبيتا جلوكوسايديز، هيتحول الى يتحول الى جلاكتوز وجلوكوز. سبستيتيوت صويا بيزد فورمولا لاكتوز فري فورمولا اللي احنا كنا زمان بنسميه، او بعض الفورمولا زي الايزوميل زمان. ممكن نعمل ريستريشن ليتر اون للجلاكتوز. نتكلم على حاجه بعد كده اللي هو الهيرديتري فراكتوز انتوليرانس. هيرديتري الحاجات اللي هي بتعمل، خلينا الدياجرام ده صعب شويه ومش عايز يعني نزهقكم بيه، ناخد سمبليفيكيشن زي كده. هو بيحصل ديفيشنسي فين؟ في الالدوليز بي. الالدوليز بي بيحصل فيه ديفيشنسي، وبالتالي ده في الباسوي اوف فركتوز. وحد هيقول طب ايه اللي جاب الفركتوز في النيونيت؟ تفكروا معايا كده، ايه اللي هيجيب الفركتوز؟ والفركتوز ده احنا عارفينه اللي هو سكر الفاكهه، هيجي في النيونيت ازاي؟ والميلك شوجر اللي هو اللاكتوز. طيب هو الالدوليز ده بي اما بيحصل له ديفيشنسي، هيحصل عندي التالي، هيزيد الفركتوز 1 فوسفيت، وده انجوريوس وبيعمل مشاكل دي توكسيك. الاي تي بي هيقل، الجلوكونوجينيس هيقل، وبالتالي يبقى عندي هايبوجلاسيميا. الجلايكوجينيس هيزيد، ويبقى عندي هنا في الانيت ريزلت هيبقى عندي هايبوجلاسيميا. طيب ده اوتوزومال ريسيسيف ديزيز نتيجه ديفيشنسي اوف فركتوز 1 6 باي فوسفيت الدوليز، بيسموه الدوليز بي زي ما احنا نشوف الدايجرام اهو. الدوليز بي هيحصل ايه؟ المانيفستيشن هتبقى vomiting، هايبوجلاسيميا، جوندس، ليثارجي، اريتابيليتي، سيجر، هيباتوميجال، هيباتوسبلينوميجالي، ليفر ديسفانكشن، رينال تيوبولوباسي، اند كوما نتيجه اكيوميشن اوف فراكتوز 1 فوسفيت. طيب هيجي منين الفراكتوز؟ الفراكتوز هيجي من السويتنرز اللي بيتحط على الفورمولا.
Hereditary fructose intolerance does not present in neonatal period unless the infant was exposed to fructose containing that. Some baby formulas, they soya based containing sweeteners, such as high fructose corn syrup, or sucrose, which is fructose and glucose linked together. يبقى السويتنر اللي بيتحط على الفورمولاز ده ممكن يكون هو السورس اوف فركتوز. الدايجنوزس انزيم اسي ان ذا ليفر اللي هو الادوليز الادوليز بي او ميوتيشنال اناليسيس للجينيتكس. المانجمنت اليمينيشن اوف سكروز فركتوز اند سوربيتول فروم دي دايت. اتكلم على التايروزينيميا تايب 1. التايروزينيميا تايب 1 هي هتحصل نتيجة ايه؟ احنا نشوف الانزيماتيك ديفيشنسي. الانزيماتيك ديفيشنسي هو بيسموه فيوميرال اسيتو اسيتيت هيدروليز. فيوميرال اسيتو اسيتيت هيدروليز. انا عارف ان الاسماء صعبة واحنا بنحاول الكلام يبقى بلاتابل علشان الى حد ما نبقى اورينتد بموضوع الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم. الفيمورال اسيتو اسيتيت لو رجعنا للدياجرام هو الفيمورال اسيتو اسيتيت هيدروليز هو بيشتغل على الليفل هنا كده ادي وده الفينايل الانين تيروسين وهكذا لحد ما بنجي هنا الفيمورال اسيتو اسيتيت ده لو حصل له ما وصلش للاند برودكت او خد الباسوي هيحصل اكيوميليشن هنا للفيمورال اسيتو اسيتيت وده هيعمل انجري للليفر والكدني ماشي او هياخد انظر باسوي والانظر باسوي برضه هيبقى اللي هو ساكسينيل اسيتون وده هيعمل بورفاريا كرايسيس او يعمل رينال فانكوني سندروم او يعمل اذر بروبلمز ماشي. طيب العيان هيجي بصوره ايه؟ ليفر سيفيلير هيبقى عنده فوميتنج بليدنج سيبتيسيميا هايبوغلايسيميا اند رينال تيوبولوباسي. الدياجنوز الفيتال ساكسينيل اسيتو اسيتون زي ما احنا او ساكسينيل اسيتون ان يورين اند الفيتال تيروسين اند ميثيونين ان بلازما. انزيماتيك ستادي اند ميوتيشن اناليس ار افيلابل. المانجمنت بندي حاجه اسمها اورفادين. الاورفادين اللي هو بيسموه نيتستينون اللي هو الاسم العلمي الاورفادين ده بندي 1-2 ملي جرام بير كي جي بير دي ان تو دوزز وده سيمي سينثيتيك ريفرسبل انهبيتور اوف الفا هيدروكسي فينايل بايروفيت اوكسيديز علشان ده بيقلل الاكتيفيتي بنسبه 50% مش بيقلل بنسبه 100% وبالتالي بيقلل السبستريت اللي هو بيعمل لنا هنا مشاكل اللي هو زي الفيومورايل اسيتو اسيتيت. يبقى هو الانزيم اللي هو الاورفادين ده بيقلل الاكتيفيتي للانزيمز هنا بنسبه 50% الانزيم اللي هو بيقلله الاكتيفيتي اللي هو ال 4 هيدروكسي فينايل بايروفيت اوكسيديز وده اما قلل الاكتيفيتي وبالتالي هيقلل التوكسيك سبستريت وبالتالي هيقلل الانجري للليفر. برضو بعد كده اللي بيعمل نيونيتال هيباتيك مانيفستيشن وبيعمل كوليستيزيس اللي هو سترين ديفيشنسي نيونيتال انترا هيباتيك كوليستيزيس كوزد باي سترين ديفيشنسي. ده اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر نتيجه ديفيشنسي اوف سترين ودي مانيفست بترانزيانت انترا هيباتيك كوليستيزيس هيباتوميجالي ليفر ديسفانكشن جروس ريتارديشن هيموليتيك انيميا اند هايبوغلاسيميا سيمبتومز ديسابير باي ايج اوف 1 يير ويز ابروبريت تريتمنت. Diagnose elevated plasma concentration of citrulline, threonine, methionine, and tyrosine. The management supplementation with fat-soluble vitamins and use of lactose-free formula and the high medium chain triglyceride. Subsequently, diet rich in lipids and protein and low in carbohydrate is recommended. في بعد كده بقى يبقى احنا قلنا the manifestations أو اللي هو the neonatal presentations of Inborn error of metabolism اللي هي بتاجي في صورة الليفر manifestation زي ما ذكرنا في السابق. في بقى Inborn error of metabolism بتاجي بأبنيا زي non-ketotic hyperglycinemia و long chain fatty acid oxidation defects
ودول بيجوا بنيونيتال ابنيا. يبقى نعرف ده البرزنتيشنز اللي بتيجي في النيونيت. يبقى لو كان عندي انا فكرت في امبورن ايرو ميتابوليزم في حالات ابنيا، افكر في نانكوتيتيك هايبرجليسيميا ولونج تشين فاتي اسيد اوكسيديشن ديفيكتس. لو عندي نيوبورن وجايب كاردياك ديسفانكشن، كاردياك ديسفانكشن، وهنقول الكاردياك ديسفانكشن هتبقى في صوره ايه؟ لو العيان جايب كارديو مايوباسي، او عيان جايب اريزمياز، او عيان جايب هايبوتونيا، افكر في اللونج تشين فاتي اسيد اوكسيديشن ديفيكت، او افكر في الميتوكوندريال ريسبيراتوري تشين ديفيكت، وافكر في الجلايكوجين ستورج ديزيز تايب 2 اللي هو اللي بيسموه بومبي ديزيز. طيب الفاتي اسيد اوكسيديشن ديفيكت كان بريزنت ان يونيتال بيريد ويز هايبوكيتوتيك هايبوجلايسيميا. يعني اما يبقى عندي هايبوكيتوتيك هايبوجلايسيميا احط على طول في الرقم واحد الفاتي اسيد اوكسيديشن ديفيكت. ماشي، يبقى هيجي العيان عنده هايبوكيتوتيك هايبوجلايسيميا، عنده لاكتيك اسيدوزيس، عنده كارديوميوباسي، وعنده هيباتوباسي، وده هيشمل كل مجموعة الفاتي اسيد اوكسيديشن ديفيكت، الفيري لونج تشين اسايل كو اي دي هيدروجينيز ديفيشنسي، او لونج تشين هيدروكسيليز كو اي دي هيدروجينيز ديفيشنسي، وهكذا اللي هي مجموعة الفاتي اسيد اوكسيديشن ديفيكت. يبقى الفاتي اسيد اوكسيديشن ديفيكت كان بريزنت ويز هايبوكيتوتيك هايبوجلايسيميا، لاكتيك اسيدوزيس، كارديوميوباسي، اند هيباتوباسي. اوكي، هنديجنوز ازاي؟ ابنورمال اسايل كارنيتين بروفايل والانزيماتيك ستاديز والميوتيشن اناليسيس ار افيلابل. يبقى انا ثلاث حاجات، اشوف الاسايل كارنيتيل بروفايل بتاعي، اشوف الانزيماتيك ستاديز بتاعتي للانزيم ديفكت، وممكن اعمل ميوتيشن اناليسيس للديفكتيف جين. المانجمنت الحالات الفاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت، جلوكوز انفيوجن، بندي كارنيتين من 50 ل 100 ملي جرام، ماشي، وافويد الفاستنج، ماشي. ممكن فورمولا البرايمري فات فيها اللي هو ميديوم شانت ترايجلسترايدز ممكن نستخدم. هنتكلم عن الجلايكوجين ستورج ديزيز تايب 2 اللي هو بومبي ديزيز، وده اللي هو بيبقى له كاردياك مانيفستيشن. شوف الدياجرام بس عشان نركز مع بعض، يا ريت نركز مع بعض. هو الميوتيتد جين هيحصل ايه؟ عندنا انزيم اسمه اسيد الفا جلوكوسايديز، اسيد الفا جلوكوسايديز، ماشي. الاسيد الفا جلوكوسايديز ده مسؤول عن البريك داون اوف جلايكوجين. ادي الاسيد الفا جلوكوسايديز، لو الاسيد الفا جلوكوسايديز مش موجود يبقى الجلايكوجين بريك داون هيقف، وبالتالي هيحصل بيلدينج اب للجلايكوجين وهيحصل له اكيوميليشن. بس نركز هيحصل له اكيوميليشن فين. يبقى يحصل بيلدينج اب للجلايكوجين، هيحصل له اكيوميليشن فين؟ نركز مع بعض، هيحصل له اكيوميليشن فين؟ في اللايزوزوم. هو نورمال ممكن يبقى موجود الجلايكوجين في السيتوبلازم، انما لو موجود في اللايزوزوم ده ابنورمال سايت، وبالتالي هيبقى انجوريوس، وبالتالي هيعمل سيلولار دامج. يبقى لو عندي اسيد الفا جلوكوسايديز ديفيشنسي هيحصل الجلايكوجين بريك داون هيقف، وبالتالي هيحصل جلايكوجين بيلد اب، وهيحصل له بيلد اب فين؟ في اللايزوزوم، وبالتالي هيعمل سيلولار دامج. نكمل الدياجرام. الجلايكوجين اللارجست اماونت في النورمال بيبوليشن في السيتوبلازم. طبعا احنا قلنا الجلايكوجين بيبقى موجود في الليفر وموجود في المسلس، والمسلس بانواعها المختلفه، سواء المسل ديسكليت المسلس، او كانت كاردياك مسل، او كانت سموس مسل. طبعا الكاردياك مسل احنا وده موضوعنا، ان يبقى انا عندي العيان بتاع البومبي ديزيز بيبقى جاي بكارديوميوباسي، وعارف نعرف بقى ان الكارديوميوباسي جاي منين؟ جاي من الاكيوميليشن اوف جلايكوجين في اللايزوزوم، فبيحصل سيلولار دامج، وبالتالي العيان ما عرفش يستخدم الجلايكوجين اللي موجود، وبالتالي بيحصل ايه؟ المانيفستيشن اللي بتحصل لنا، الكاردياك او السكليتال ماسلز او السموث ماسلز حسب المكان اللي هو افكتد. ماشي، يبقى هي المشكله جايه منين؟ جايه من هنا في البومبي ديزيز، هنا بيحصل اكيوميليشن للجلايكوجين فين؟
هنا في اللايزوزوم. اه ماشي. انما هنا الجلايكوجين بيبقى في النورمال بوبيوليشن في السيتوبلازم، فبيمكن كان بيوزد، ما بيبقاش انجيريوس. جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 2 از كوزد باي ذا ديفيشنسي اوف لايزومال انزيم اسيد الفا جلوكوسايديز. ده بيؤدي الى اكيوميشن اوف جلايكوجين وذين ذا لايزوزوم اند ديفرنت اورجانز، زي ما احنا قلنا في الليفر وفي المسلز. Manifestation infant with classic infantile onset glycogen storage disease type 2 typically present in the first 2 months of life with hypotonia. خلاص ما احنا قلنا المسلز هتبقى affected. Muscle weakness, hepatomegaly, hypertrophic cardiomyopathy, feeding difficulties, failure to strive, macroglossia, accumulation. ما هو التنج مصر فيحصل accumulation للجلايكوجين وبالتالي يبقى عنده macroglossia وعنده respiratory obstruction وعنده respiratory distress وعنده hearing loss. Diagnosis and specific tests supporting the diagnosis include elevated serum creatinine kinase. لو ده عارفين احنا اي injury للمسلز ممكن نلقى السيرم كرياتينين كاينيز بيبقى الليفل بتاعه عالي، وده سجستيف ان عندي ماسل ليجن. اند يورينري اوليغوساكارايدز ذا دياجنوز ان كونفيرم باي انزيم اسي اند مولكولار جينيتك تيستينج. المانجمنت انزيم ريبليسمنت هنا في البومبي ديزيز يوزنج في حاجه اسمها مايوزوم. المايوزوم ده انزيم ريبليسمنت، وده اللي هو ممكن يحل مشكلة البومبي ديزيز. Response to enzyme replacement therapy is better for this home. The therapy is initiated before the age of 6 months and before the need for ventilatory assistance. لأن العيان يحتاج ventilatory assistance الحقيقة بيبقى poor prognosis. زي ما قلنا قبل كده ان فيه اللي هو جميل مقسم برضو حسب الاوردر والمانيوال. وهنا يعني ده من المانيوال. Inborn of metabolism associated with urine odor abnormal odor زي احنا قلناها في المحاضرة الأولى. الجلوتاريك أسيديميا تايب 2 مع سويتي فيت. ايزوفاليريك أسيديميا سويتي فيت. ميبل سيرب يورين ديزيز مع ميبل سيرب. هايبر ميثيونيميا زي البويلد كابج. ومالتيبل كربوكسيل ديفيشنسي زي توم كات يورين. وهنكمل في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على الجلوتاريك اسيديميا وهايزوفاليريك اسيديميا، وهنتكلم عن الهايبرميثيونيميا في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. طبعا في ابنورمال فيتشرز زي احنا برضو كنا قلناها في المحاضره اللي قبل كده، اللي هو زي البيرسونال ديس اوردر زي الويجر سندروم، جبنا صور ليه. والبيروفيد دي هيدروجين ديفيشنسي. الجلوتاريك اسيديميا قلنا هنقولها تاني. كوليسترول بايوسنس ديفكت. كونجينيتال ديس اوردرز اوف جلايكوزيليشن وليزومال ستورج ديزيز. ممكن يبقى هيرلر لايك فينومين. ده مانيوال 2016 مش 18. الامبورن اورف ميتابوليزم اللي بيبقى معاها ماكروجلوسيا اللي هو الجي ام 1 جانجليوسايدوز وجلايكوجين ستورج ديزيز تايب 2 زي ما احنا قلنا في البومبي، وقلنا الاكسبلينيشن ايه اللي بيحصل يعمل ماكروجلوسيا. في ابنورمال هير امبورن اورف ميتابوليزم از ابنورمال هير زي في عندنا الارجينو ساكسينيك اسيديميا واللايزنوريك بروتين انتوليرانس وعندنا المينكس كينج هير ديزيز سندروم. دول بيبقى معاهم ابنورمال هير. يعني احنا عندنا الارجينو ساكسينيك اسيديميا زي فيه نود في الهير هنا كده، تحس ان الهير فيه زي عقده، فيه نود في الهير. ده شكل الهير في حالات الارجينو ساكسينيك اسيديميا، وشكل هير الحقيقة في حالات المينكس كينك هير سندروم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ممكن عيان يجي برينال سيست وده في حالات الجلوتاريك اسيدوريا تايب 2 والبيركسومال ديس اوردرز ممكن يلقى عنده رينال سيست. ممكن نلقى في ابنورماليتيز في الاي زي حالات ممكن عندنا كاتاركت جلوكوما وريتينوباسي زي ما قلنا في حالات الجلاكتوزيميا واللايزومال ستورج ديزيز والبيركسومال ديس اوردرز. ممكن نلقى abnormal fat distribution inverted nipples زي congenital disorder of glycosylation. ممكن عيان يبقى عنده نيوتروبينيا زي حالات organic acidemia especially methyl malonic acidemia اللي قلناها المحاضرة الجاية مع البروبيونيك acidemia. non-ketotic hyperglycinemia احنا قلناها قبل كده. والكربومال فوسفيت synthase deficiency ده هيبقى تبع اليوريا سايكل ديفكت، برضه المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن اليوريا سايكل ديفكت. ممكن عيان يبقى جايب thrombocytopenia زي في حالات organic acidemia ولازم نوريك بروتين انتوليرانس. انا بشكركم واتمنى انكم ما اثقلتش عليكم،
وانا عارف ان المحاضرات الامبورن اوف ميتابوليزم يعني هي صعبه ومحتاجه تبقى بالاتابل. انا بحاول اعمل سمبليفيكيشن وبحاول اختصر على قد ما اقدر علشان اوصل الفكره، ويعني ان شاء الله مع تكرار الموضوعات ولو قدرنا نعمل مسائل على حالات الامبورن اوف ميتابوليزم اعتقد ممكن الموضوع يحصل له نوع من انواع السمبليفيكيشن. مع تمنياتي بالتوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة.